يعطيكم العافيه نزار السراري، محد الاعلام الاردني. اهلا نزار. سؤالي موجه لجميع الضيوف، يعني الدوله الاردنيه ما دورها بعد عوده الشاب الذي انضم للجهات الارهابيه، ما دورها في اعاده غسل فكر هذا الشاب بعد عودته لدمجه؟ نعم، لدمجه مع المجتمع. نعم. بعد ما تم غسل دماغه. نعم، يعني احنا شفنا كثير، وخاصه عمليه الكرك شفنا فيها شو صار، يعني في بعض الارهابيين كانوا موجودين، يعني سوى العمليات بعد ما كان في السجن. نعم، ما بعد السجن. ربما الذي علق عليها دكتور قبل قليل انه وفي نسبه كبيره قلنا ما بعد السجن. انا بعتقد انه اشكاليه كبير اليوم مش بتواجه الاردن، بتواجه معظم الدول وحتى الدول الاوروبيه. ماذا بعد عوده هؤلاء؟ بالتقديرات الاردنيه لن يعود الكثير من هؤلاء، لن يتجاوز عددهم المئات، لكن هؤلاء يشكلون خطر ويجب التعامل معه، التعامل معه على يعني اكثر من الصعيد، الصعيد القانوني لانه بحاجه الى بيئه قانونيه لكي نتعامل مع هؤلاء. بعض الدول محاسبه على الاقل لردع اخرين. أيوة. نعم، بعض الدول مثلا بريطانيا قررت مثلا سحب الجنسيه من هؤلاء، في تونس. نعم. ايضا صار في سجال طويل حول مساله سحب الجنسيه. نعم. المساله ايضا الثانيه تتعلق بالمعالجه الاجتماعيه والنفسيه.